هذه نهاية بقت يمدد أذانه. يمدد أذانه طلع بيضم جمد 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 كيف اللي حمد الله في الله. جمد فريز. أكثر من درجة حرارة له مرة يعني تحت بلوز يراه. الألمان الروس يتخبوا إيش؟ تحت. تحت الأرض. والألمان إيش هو اللي يضربهم من الهواء ما عرفوا إنه إذا البرنر قد جديد. صار يتجمد الألمان. يتجمد الألمان. يمد ايده بعد ما اخذ على ذان الطبيب على مخالف طبيب عزيز بو بول تفليت على بو بيدو هاي مش مسحة هاي جريمة بالعقاب يا جريمة عطاهم 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 اخذ ربهم عطاهم 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 ضربهم الله رب سبحان الله بياخذ وبيعطي عطاهم 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 وقالوا من الله حق ضربهم حرق العالم كله حرقوه ما خلوا على كله ايش؟ عرقوا كاين هوا هوا؟ هوا 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 بارد تحسوا في بارد اما ما حد يموت تحسوا بمين درجات صحيح اللي يطلع على شو على 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 شو ألاسكا مش ألاسكا جنب طالب كندا البلد كنت تطلع عليها في واحد من الغرفة تعبني شيء قريب منك أنت غربي قريب منا جار أنا منيح أنا قريب مني ما كنت تعصب معي تعبني شيء ما كنت إيش تعصب معي كندا كذا المنطقة اللي هي فيها إيش برد برد كثير هاي اللي حرمني إيش كندا اللي حرم كذا أنا عبد الشرم إيش أبغى تكون هي بتكون اللي مثل في أمريكا بعد ما يعطون سكة ببيتها بيسكون فيه إيه شو تقص في شيكاغو إيه شو تقص في درطة مش درطة من الصخرة بين 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 تام فات صوب شطة شطة قال لي يقول بتاعك من المنطقة هاي عند صدناك من المنطقة إيه هي اللي بتعرف العربية البنت هاي تقعد من المنطقة البنت هاي تعرف تدرس أو يقول إيش ما اسمه شرايف قال لي الأسود الأبيض إيش إذا بدخل الأسود قال له إيش الرواه أنا رد الأسود قال لي بتحب تكون شقة بيت يعني بيت قل في عندك بيت قلت له في عندي بيت ترى كنت مرايحة قال لي تحب تكون بيت على ما يشوفه لو أعطوك قلت له كان أعطاك كان أعطانا شت بس ما سبحان الله ربي بعد يقول ربي بعد يقول الأسود إيش حن علي نبيض لا نبيض لا هاي حقيقة هي ماي مسخرة حقيقة الأسود حن علي نبيض لا نبيض لا هاي حقيقة الأسود إيش؟ حنا يا بعدين مش أسود حي الله يعني مش أسود حي الله مش أسود حي الله يعني أسود مبين عديد مش بعاني يعني مش بعاني كثير بستيج وبعدين يعني تقيل بين من عيني محترم يعني مش حي الله أسود أسود صلوك يعني لا أسود يعني أسود محترم كثير محترم كثير محترم بس سبحان الله ما كان عقلي إيش ما كان عقلي مساعدني ما كان عقلي إيش ما كان عقلي مساعدني قلت النهارده هنتكلم عن حاجه تقلق كل الناس الرجاله والستات لكن عقل ايش مثال صحيح لكن في بداية المناسبة
كنت صحيح معي عشاني ما كنت صحيح ما كنت أمريكا كنت صحيح يعني إذا تروح على أمريكا هو بدي بضيع لون البيت العقل اللي خلاني يا والله كان يعني كنت خاصك بضيع في أمريكا كان مت في أمريكا كان مت يعني لا رحمة رب العباد والأبد على القاذ على يد جسمه على يد مشرف على يد مين؟ مشرف الحبيب هاي أخير إلا بلدني وكان كان مدود حي كان كان مدود إيه؟ كان مدود حي كان كان مدود إيش؟ حي كان مدود حي كان كان مدود إيش؟ حي هي. بعدين شادي الهمبرجر اللي جبت لي اياها اللي حطتها البسه عبابه في صحه وانا باكل فيها اجى صوت بعقلي قال لي هاي مبوت فيها ما تطلعها ايش مرت عليها بسرعه عصريه عليها ما حصلت صوت بعقلي من مغنيه اسمها بنت الدين مرت بدي انا اكلها قالوا بكرهوني بدي انا اكلها بدي انا ارميها قرفتني منها منيح ايش حتى تجي برضو في الدرجه كده ايش رب العباد ما زال عليك ما بدي انا اكلها ما بدي انا ايش غريب حطيتها ايش لقطتها باي ما حطيتها قطتها شعرت بجوع يعني تندمت ايش بس عشان تكون ايش بالصورة يعني منيح يعني جرطت على مخي يعني مش اني غاية مش اني ملكت مجالة اخذها واعطيها ادعت برطني يعني ما عرفت مجالة وضحت لك وضحت مشان يكون على ايش على علم مشان يكون على علم اللهم هذه الحقيقة اللهم ايش هذه الحقيقة اللهم اشغلني قلب الله تكا يا اخي ما بحبوني سكان حارة كلها ما بتحبني سكان حارة كلها هاي الصورة يعني بس بستغرب شو عملت السكان حارة اللي ما تحبك بها شيئا قدامك قدامك قال ما عارف شو عملوا لك حتى كهوك هيك مكروه شخصيته تعرف مكروه شخصيتي ايش؟ مكروه منيح مكروه ما كنت اشعر هذا عندنا مكان ايه ما كنت اشعر هذا عندنا مكان شعور الندل؟ مش شعور الندل الشعور هذا الشعور كراهي الكراهي شعور الذل ما اللي معيشين فيه العرب شعور الذل معيشين فيه العرب كنت شعور فيه النور كان الذل معيشين ما كنت حاد ما كنت ايه بس ما كانوا مش عايشين ايش اسمه يعني سوى الرسمة ما كانوا عايشين ايش الذل اللي معيشين فيها العرب ما كانوا عايشين فيها مكان ايش اهون من مر بكثير كانوا عايشين ايش الذل العرب الذل شغلوني اياه وبعدين يا ويل من ربعه مثل ربعي يا ويل ايش؟ من ربعه مثل ربعي يا ويل من ربعه قصدك على اهله؟ يا ويل من ربعه مثل ربعه خليها لا غير يا بصرا لا تبشر ها؟ لا تبشر لا مثبتك انت خليه ولا غير؟ خليه انت خليه شوف اثنين السام جبارة السام ايه؟ واحد بريطاني واحد امريكي واحد بريطاني ايه؟ واحد امريكي السام حلو السام ايه؟ حلو حلو كل متعبين عليها وعلى امريكي هذا ايه؟ امريكي يلا على بريطاني على لبسوا هواية قوية بوكس قوية لبسوا بوكس ضربوا الالماني المصريين مشهورين بالحكي شوف المصريين ايش مشهورين بالحكي مشهورين ايش بالحكي بالحكي هذا شون مايكل هذا كان مصارع معروف هناك مصارع ايش كان اقوى مصارع عندي هذا الامريكي احبه
بنحب بنجيب حليوة تبيه حليوة بنحب حليوة بنحب جنب حليوة وبنحب راحت علي راحت علي راحت علي راحت عليك بالدنيا يا قلبي راحت عليك الدنيا والله وين الدنيا يا أصلا أنت ما أخذتش بالدنيا لا في الله ما تقول الله بدي الدنيا حسنة في الآخرة وكان على بدي وكان على بدي الله بدي الدنيا حسنة والآخرة حسنة وكان على بدي الدنيا حسنة